وأصم على إنها لا زالت شرارة، وهو ما قرأناه عن بعض الثورات التي استمرت 85 عام حتى خلل لها النجاح واجتماع الائتلافات والحركات والاتحادات. اليوم هو لتصحيح مسار الثورة والتأكيد على إن خلع الفاسد مدام مردود عليه يستغرق ثواني، والفاسد مدام مرضي عنه فخلعه يستغرق سنين. واليوم نؤكد للقائمين على القرار بأننا لازلنا صامدين ومستعدين للفناء وراء مطالب الحق والعدل. فكل ثورات العالم يعتليها الثورة الثوار، وهنا يسجن الثوار. لذا نؤكد على المطالب الآتية: 1. الإلغاء الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين، والالتزام بالبيان رقم 68 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. 2. وضع جدول زمني محدد الخطوات بالتاريخ لتسليم السلطة من قبل المجلس العسكري. 3. رفض قانون الانتخابات وتقسيمات الدوائر الانتخابية. 4. تفعيل قانون الغدر طبقا والاستناد إلى حكم مجلس الدولة وهيئة مقوضات الدولة بحل الحزب الوطني. 5. تطهير النيابة العامة وعزل النائب العام. كلمة عزل النائب العام دي اللي عاوزين نغيرها، لأن عبد المجيد محمود حيث أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون ممثل الشعب في النيابة العامة معين. لو ما اضطرش ده يبقى بلاش منه. كلمتين كويسين افضل من 10. اختصر المبادئ كلها، خليه يعدي على خير. لا سمح الله.